مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه السبت من اخر النهار. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام علشان اقول شويه كلام هيزعلوا شويه ناس او ناس كتير بصراحه، كتير قوي من هناك ومن هناك. كان النهارده كالمعتاد احنا سيبنا الحدث الاهم اللي هو كلمه رئيس في البرلمان او قدام مجلس النواب، وانشغلنا بالفرعيات والهوامش والشكليات والخناقات اللي احنا بنحب نضيع فيها وقتنا وقت البلد. قعدنا سيبنا كل الكلمه وسيبنا اللي جاي واللي رايح، وانشغلنا بموكب الرئيس شكله عامل ازاي، في كم موتوسيكل كم عربيه. موكب الرئيس اللي هو اصلا صوره طبق الاصل من مواكب كل من سبقوا من الرؤساء في مصر، وهيبقى صوره طبق الاصل من مواكب كل القادم من الرؤساء، ولو ما عملوش كده نقول لهم هتعملوا كده، عشان ده ببساطة جزء من مشهد بروتوكولي طبيعي لهذه الدولة المصرية الرسمية. أي دولة في الدنيا، وعلى فكرة ولا أي دولة في العالم، موكب الرئيس هو موكب الرئيس، تشريفة الرئيس هي تشريفة الرئيس. أي دولة ليها إطلالتها وشكلها، قد تختلف بقى التقديرات الأمنية لشكل المواكب لشكل الزيارات لشكل كل واحد بيلعبها بمزاجه، لكن ده جزء من الدولة. اي دولة ليها اطلالتها وشكلها ولوازمها وهيبتها. ركز قوي معايا فكرة لوازمها وهيبتها. هتقول لي هو الشكل جزء من الهيبة، اقول لك اه الشكل جزء من الهيبة. هتقول لي وهو ده وقت ندور فيه على الشكل، اقول لك ده هو ده الوقت اللي لازم صورة مصر تبقى قدام العالم او قدام المنطقة كلها، انها دولة قائمة بكل تفاصيلها الشكلية بجوار بقية التفاصيل اللي احنا عارفينها، لان دي الصورة اللي احنا عاوزين نقدمها للعالم قبل ما نقدمها لشعبنا حتى. والدولة المصرية في تاريخها كله وفي الفترة الأخيرة كمان الحقيقة بقت بتعرف تجيد إدارة ملف الهيئة والإطلالة مستخدمة التراث والتاريخ. واتكلمنا في حضراتكم مع حضراتكم في الموضوع ده وقت زيارة الرئيس الصيني لما رحنا قصر عبد الدين. وبنقول إنه هذا الميراث اللي احنا واخدينه من عهد أسرة محمد علي، هذا الميراث المعماري الفريد الفخم اللي بيدي احساس بالفخامه لهذه الدوله والاصاله لهذه الدوله، بنجيد استخدامه من فتره طويله جدا. الدوله المصريه على مر العصور اللي فاتت مدركه لقوه المعمار اللي ورثاه، ومدركه كمان لقدرته على التاثير في الزوار الاجانب ورؤساء الدول العربيه والاجنبيه، ولا بد ان تستخدمه. ولا بد ان تستخدمه. ولا بد ان تكون صوره الدوله المصريه في ابهى مظاهرها. يا سيدي يا عمنا يا حجنا يا أستاذنا يا صديقنا يا أي حد في الدنيا، أنت بتتكلم عن جزء من أدوات الصنعة، صنعة الدولة، شكل الدولة. يعني أنت ينفع تروح لواحد حلواني وتقول له أنت مسرف في استخدام السكر؟ ينفع تروح لمدير بنك وتقول له ما بتلبس بدلة ليه؟ ده إسراف وطرف ومنظرة. تنفع تقول لي هنا أنت طالع كل يوم لابس بدلة ليه؟ ده جزء من الشغلانة، وكل شغلانه وليها ادواتها وتكلفتها. واحد بيلبس سماعه، واحد بيشيل طبنجه، واحد بيلبس افارول، شكل الشغلانه والدوله. هتقول لي طبعا اللي اتقال النهارده التقشف وشد الحزام، هقول لك عندك حق طبعا طبعا، اذا جاءت الدوله الحكومه تطالب بذلك فلا بد ان يتم تطبيقه، لكن تطبيقه على ايه؟ هذا التطبيق يخص اي حاجه في الدنيا الا الشكل الرسمي للدوله. هذا التطبيق نطبقه ونصرخ في وش اي حد لو بيتصرف بشكل فردي او شخصي. يعني جاب لي نفسه بقى، جايب بدل بيكتب عليها اسمه، بدله ب 100,000 استرليني كاتب عليها اسمه هنا وهنا وهناك والكلام ده كله. هنا اللي نقدر نتكلم عليه على ايه؟ نتكلم عليه على ان هو ده الاسراف اللي احنا مش عايزينه. لازم نعرف كويس جدا ان في تكلفه لظهور الدوله كدوله. ولما تحب تعارض سياسات الدوله دي من حقك تعمل كده طبعا، من حقك تنتقد الرئيس، تنتقد الحكومة، تنتقد الوزير، حقك، وعلى فكرة ده واجبك كمان، اعمل كده فورا. لكن تشتبك مع السياسات مش مع عربيات وموتوسيكلات ومواكب هي أصلا ملك لهذا الشعب بيروح بيجي عليها مليون حد. تعالوا بقى النهاردة نروح لما هو أهم لخطاب الرئيس. في مجموعة من الملاحظات على خطاب الرئيس، ابرز الاسئله اللي دارت هو ليه الرئيس ما اتكلمش عن ازمه الاطباء؟ ليه الرئيس ما ردش على سؤال النائب عن سد النهضه؟ الكلام ده بقى هيزعل ناس تانية.
ليه الرئيس ما اتكلمش عن قانون الخدمة المدنية المحك الوحيد اللي اشتبك فيه مع البرلمان؟ دول ثلاث أسئلة مهمة ربما يكون ليهم إجابات تخص إن ده برضو خطاب بروتوكولي مش نقاش ولا عرض بيان. يعني الحاجات دي محتاجة إجابات ومحتاجة اهتمام أولى بكتير قوي ومحتاجة نقاش وفرد مساحات وقت أولى بكتير قوي من الكلام عن الموتوسيكلات. في مجموعة برضو من الملاحظات التانية، منها مثلا ملاحظة أولى رقمية أن الرئيس النهاردة لما اتكلم عن ذكر اسم الشعب المصري أو اتكلم على كلمة الشعب 22 مرة بينما اتكلم عن مصر 27 مرة، لكن النواب سقفوا 32 مرة وقطعوا الرئيس في كل تسقيفة ووقفوا 5 مرات خلال ال 40 دقيقة اللي الرئيس اتكلم فيهم أو 45 دقيقة، رغم أن ده ضد القرار اللي اتخذوا النواب نفسهم بعدم التصفيق، يعني النواب خلفه ما اتفقوا عليه. هنا يخلينا ان احنا لازم نعترف ان احنا، وعلى فكره الرئيس بيقول الكلام ده والسياسيين الكبار بيقولوا الكلام ده، يقول لك انه لابد ان نعترف ان احنا في دوله مش في مرحله النضج الكامل. فخد الملاحظات دي على انها جزء من البنى. الملاحظه الثانيه النهارده اللي اثارت دهشه ناس كتير جدا واستغراب ناس كتير جدا، كانت ان الرئيس لاول مره يشير في خطابه الى 30 يونيو دون الاشاره الى 25 يناير، ولكن بعض الناس ردت على طول وقالت انه دعوه الرئيس الوقوف دي احداد على ارواح الشهداء شملت كل الشهداء دون التفرقه سواء شهداء يناير والجيش والشرطه. الحاجه الثالثه ان الكلمه النهارده كانت عموميه خلت من التفاصيل والارقام المعتاده، وقلنا ان ده راجع ان دي بيان قدام مجلس النواب مش حلقة نقاش. يعني الملاحظة الرابعة والمهمة جدا لا تخص كلمة الرئيس بل تخص، وده اللي كان لازم نقف قدامها كتير قوي، كلمة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أو رئيس مجلس النواب اللي قال فيها للرئيس أنجزت ما وعدت فأنقذت مصر، حملت رأسك على كفيك، سددت عنا مطالع الفتن، حميت وحدتنا الوطنية. وده كلام الحقيقة لم يكن يليق ابدا برئيس مجلس النواب ان يقوله في اليوم اللي جاي الرئيس يقول فيه كلمته لمجلس النواب، مش بس لانه يتعارض مع وظيفه المجلس اللي هو رقيب على الرئيس ورقيب على السلطه التنفيذيه، ولكن كمان لانه بيحمل الرئيس ما لا يحتمل وبعض الناس اعتبرته نفاق. من ضمن الحاجات الثانيه او الملاحظه الثانيه لازم نقف قدامها ان الرئيس في خطابه النهارده اشترك مع أكتر من قضية وأقر أكتر من مبدأ في علاقته بعلاقة السلطات الثلاثة ببعضها البعض، ممكن تعتبروها وعود تسألوا الرئيس عليها والبرلمان كمان. الرئيس أكد في كلمته إن احنا في دولة قانون ودولة ديمقراطية بنحاول نبني دولة قانون ودولة ديمقراطية من جديد، ودي الرسالة الأهم في الوقت ده إن البلد تكون بنقول إنها بلد وان العلاقات واضحه فيها ما بين السلطات وما فيش حد واقف قدام حد ولا بيتصارع مع حد ولا بيتخانق مع حد. النصيحه الاهم في الكلمه النهارده كانت النصيحه اللي اتوجهت للنواب اللي هو يا جماعه ما تستعرضوش في كلامكم واستجوابكم للحكومه ومراسلتكم للعمل السياسي، ده حاجه علشان البلد مش مساله شخصيه. واعتقد دي كانت اهم رساله اتقالت النهارده من ضمن الكوت او الجمله اللي اتقالت في خطاب الرئيس اللي خلينا نقراها لحضراتكم، لما قال انه المهام المنوط بها البرلمان تحتم عليه ان يكون برلمانا حرا ممثلا حقيقيا لرغبات الشعب، وعليه ان يمارس هذه المهام في سياق الممارسه الديمقراطيه السليمه دون استعراض اعلامي او تنافس سياسي لا يضع مصالح الوطن العليا نصب عينيه. حاجه تانية مهمه جدا اتقالت او قالها الرئيس النهارده ولازم نتعامل معاها بشيء من النقاش وشيء من التفكير، إن ما يواجه هذا الوطن من تحديات يجعل القلق والتخوف أمرا مشروعا. يعني الرئيس هنا على عكس باقي الناس اللي ما بيحبوش حد ينتقد ولا يخاف ولا يقلق من المسار يروح، بيقر بحق الناس في القلق المشروع، ولكنه يدعو الناس إلى أن ينظروا إلى حجم الإنجاز الغير مسبوق اللي بيحصل على الأرض فيما يخص المشروعات القومية الكبيرة. ده أبرز ما ورد في كلمة الرئيس النهاردة، وهنحاول يعني نناقشه بتفصيل أكتر مع ضيفتنا العظيمة
المستشارة الرائعة المستشارة تهاني الجبالي. لكن قبل ما اروح لفاصل بقى خليني اقول لكم ان ابرز حاجة كانت في اليوم النهاردة كانت صرخة ام مصرية امام موكب الرئيس بتقول له ارحم ابني يا ريس. الناس وقتها شافت الفيديو قالت واحدة ابنها من الشهداء ابنها مصاب، وناس تانية قالت لك ده ابنها مسجون، وناس تانية قالت ده مختفي. مين هذه السيدة المصرية؟ ازاي وصلت لموكب الرئيس؟ وازاي الرئيس قرر الاستجابة وحل مشكلتها؟ ده اللي هنعرفه في انفراد حصري لآخر النهار النهاردة بعد الفاصل في أول لقاء مع السيدة كريمة جاد الرب وابنها، وهنشوف هذه القصة كاملة. نفكركم بصرختها الشهيرة ونروح لفاصل ونرجع نستقبله مع بعض.